مرحبا بالنخبة، كيف حالك يا أختي العزيزة؟ أتمنى أن تكوني في أفضل حال. فيديو اليوم فيديو أسطوري، فيديو للتاريخ، للعلاقات، لأنني سوف أعلمك يا أختي العزيزة كيف تطبخين الرجل الذي تريدينه، الذي تحبينه، كيف تطبخينه على نار هادئة، ولكي يعشقك بجنون لن يستطيع العيش بدونك، وذلك عن طريق سبع جمل سحرية. إذا سمعها الرجل من لسانك فتأكدي بأنه قد ضاع في حبالك. ولكن حذاري، لأنني أريدك أن تستعملي هذه الجمل إذا كنت صادقة في حبك، في إعجابك بذلك الرجل، لأنه فعلا رجل حياتك. لا أريد أن تستعملي هذه الجمل لكي تتلاعبي. إذن فيديو من أخطر الفيديوهات عن العلاقات، لأنه فيديو حصري معلومات ستسمعينها لأول مرة، تقنية مضمونة 100%. قبل البدء كالعادة لايك ليصل هذا الفيديو لأكبر عدد، وبطبيعة الحال الاشتراك وتفعيل الجرس، فهيا بنا. الرجل أختي العزيزة هو عبارة عن صندوق مغلق لديه مفاتيح. مفاتيحه السرية هي ثلاث: أن تعجبي به، أن تفهميه، وأن تعطيه مهمة. كل رجل عندما يبحث عن امرأة فهو يبحث عن هذه الأشياء الثلاث. هو يريد أن يحس بأنه رجل في نظر تلك المرأة، أن تكون معجبة به، أن تقدره. ثانيا، أن تفهم مجهوداته، أن تفهم تضحياته، أن تكون متفهمة للمجهود الذي يبذله من أجلها وأن تعترف بذلك. وثالثا، أن يكون محط الثقة، أي أن تعطيه المرأة مهمة في الحياة، لأن الرجل بطبعه هو يبحث عن التحديات، يريد أن يكون قويا، لأن فيه تلك النزعة البدائية، نزعة البقاء. إذن إذا ضبطت هذه المعطيات الثلاث فاعلمي أن الرجل الذي تريدينه، الذي اخترتيه، سيكون من نصيبك. الجمل التي ستسمعينها الآن هي قنابل، قنابل نووية تجعل الرجل يفكر فيك، ولا تفارقين مخيلته، لأن هذه الجمل لها تأثير سحري، لأنها تلمس مناطق في الرجل، مناطق حساسة جدا، مناطق لا تستطيع أي امرأة كيفما كانت أن تصل إليها. إذن خذي ورقة وقلما أختي العزيزة وسجلي هذه الجمل السحرية. أول جملة: الرجل لا يسمعها كثيرا ولكنه يجن لسماعها، خصوصا من امرأة، ألا وهي: أنت وسيم اليوم، أو أنت أنيق اليوم. نعم، المرأة عندما تخرج للشارع، عندما تكون في أبهى حلتها، فهي بطبيعة الحال تسمع كلمات الإعجاب والثناء والمدح: أنت جميلة، أنت أنيقة، أنت رائعة اليوم. ولكن الرجل محروم من هذه الكلمات، هو أيضا إنسان لديه مشاعر، لديه أحاسيس، ويريد أن يكون محط الإعجاب. هذا شيء بشري إنساني. هنا عليك أن تأخذي حذرك، ألا تقولي له أنت وسيم، أنت أنيق في بداية المحادثة، لا، بل دعي ذلك مفاجأة في وقت ما وسط النهار، فأطلقي له هذه الجملة. قولي له: أتعلم، أنت اليوم أنيق جدا، أنت وسيم. كوني متأكدة أختي العزيزة أن هذه الجملة سوف تترك فيه أثرا كبيرا، لأنه لا يسمعها، صدقيني. أنت ستكونين من الأوائل اللواتي قلن له هذه الجملة السحرية، وأريد هنا بطبيعة الحال أن تكون هذه الجملة الصادقة، لأن الكلام الصادق فهو يصل للقلب. إذن سجلي هذه الجملة الأولى، لأنها جملة تسحر الرجل.
الجملة رقم 2: أنا فخورة بك. لا يمكنك أن تتصوري أثر هذه الجملة في الرجل. الرجل بطبعه يبحث عن التقدير، عن الامتنان، عن الإحساس برجولته، أن تعترف المرأة بأنه يضحي، بأنه يبذل مجهودا، بأنه قادر على تحمل المسؤوليات. لذلك فهو عندما يسمع هذه الجملة منك فهو سيقول في نفسه: هذه امرأة حقيقية، هذه هي المرأة التي تقدرني، التي تحترمني، التي تقدر تضحياتي، وهنا ثق بي. سيكون مستعدا لأن يفديك بحياته، لأنك الوحيدة التي تمكنت من الوصول إلى أعماقه. ولكن إذا كان إنسانا كسولا، إنسانا متخاذلا، لا يستحق هذه الجملة، فلا تقوليها له، ابتعدي عنه. تذكري، كوني صادقة، قولي هذه الجمل للرجل الذي يستحقها. ثالث جملة: لا أستطيع التوقف عن التفكير في البارحة. نعم، هذه جملة سحرية. مثلا إذا كان هناك لقاء مع هذا الرجل وذكرته في اليوم الموالي بأنك كنت تفكرين فيه طوال الوقت، تفكرين في لحظة بالذات، أية لحظة كانت بينكما وأنت تذكرينه بتلك اللحظة وتقولين له: أنا لا أستطيع التوقف عن التفكير، فهنا أنت تلمسين منطقة جدا مكهربة في مشاعر الرجل، لأنه هنا يتأكد أن له وقع عليك، أنك معجبة به، أنك تمضين وقتا جميلا معه. الشيء الذي يزعج الرجل ويقلقه، صدقيني، هو أن يحس بأن تلك المرأة التي يحب هي تمل بجانبه، أي أنها لا تمضي الوقت الممتع الشيق معه. هذه عقدة في الرجل يريد دائما أن يكون إنسانا ممتعا، مرحا، أن يضحكك، أن يجعلك تبتسمين، أن تكوني سعيدة برفقته. فإذا أكدت له أنك فعلا سعيدة إلى جانبه، فاعلمي أن هذا الرجل من الآن هو خاتم في أصبعك. رابعا: نحن نشكل فريقا رائعا. هذه جملة خطيرة جدا، الرجل لا يسمعها أبدا. إذا قلت للرجل أنكما تشكلان فريقا ناجحا، فريقا رائعا، فأنت قد مسست أهم شيء في رجولته، أي أنه يبحث عن امرأة تشاركه أحلامه، مشاريعه، قادرة على أن تقف بجانبه في الآمال والآلام، أي في اللحظات السعيدة واللحظات الصعبة. عندما تقولين له أنكما تشكلان فريقا، فهنا أنت تضمنين له أنك سوف تقفين بجانبه، لأن ما يخاف منه الرجل فعلا هو أن تتخلى عنه المرأة عندما يقع في مشاكل، في مصاعب، خصوصا المشاكل المادية. هنا عندما تضمنين له أنك ستكونين دائما بجانبه كفريق، فاعلمي أن هذا الرجل سوف يضحي بالغالي والنفيس من أجل عيونك. خامس جملة: أنا أستمتع برفقتك. هذه الجملة هي جملة سحرية. لماذا؟ لأن الرجل من خلالها يرتاح، يعلم أنه الوحيد في حياتك، أن لديك مشاريع جدية معه، أنك لا تتلاعبين به. وحذاري، إذا لم يستوعب هذا الرجل هذه الجملة، لأنها دعوة مباشرة منك بأن تكون العلاقة رسمية وقد تؤدي بطبيعة الحال إلى الزواج، إذا لم يستوعبها، إذا لم يفهمها، أو إذا تجاهلها، فابتعدي عنه فورا، لأنه يتلاعب بك، لأنه يريد أن يلعب ويهرب. إذن هذه جملة محورية، جملة على الرجل إذا كان فعلا يحبك أن يفرح، أن يكون سعيدا بسماعها، لأنه إذا تجاهلها فاهربي فورا، اركضي، لا تنظري للوراء. سادسا:
أنت تضحكني كثيرا. الرجل بطبعه يريد أن يكون شخصا ممتعا مسليا لا تمل معه امرأة أحلامه، لذلك فهو يعشق سماع هذه الجملة أنه يضحكك، أنه إنسان مرح، لأن الرجل بطبعه يبذل مجهودا كبيرا لكي تبقي دائما في حالة تشويق، في حالة إثارة، في حالة نشوة معه. وأنت أيضا ولو كان هذا الرجل ليس في قمة الوسامة والجمال إلى آخره، ولكن إذا كان مضحكا، إذا كنت تستمتعين معه، فأنت صدقيني سترينه جميلا. إنها الحقيقة، المرأة تحب الرجل الذي يضحكها، الذي يجعلها تحس بأنها تعيش حياة جميلة، حياة سعيدة، تضحك كثيرا. والرجل الذي يعلم أن تلك الفتاة تستمتع بجانبه، تضحك تبتسم، فهو يكون فعلا فخورا بنفسه. الآن حذاري من سابع وآخر جملة، لأنها جملة المفضلة، الجملة التي تسحر أي رجل، وأنا كرجل أؤكد لك أن هذه الجملة هي جملة خطيرة جدا، جملة عليك أن تستعمليها باعتدال، أن تستعمليها بصدق، وأن لا تستعمليها لتتلاعبي بذلك المسكين. حذاري، أنا أعرفك جيدا. هذه الجملة هي: أختي العزيزة، أحتاج لنصيحة. إذا كنت على وشك أن تتخذي قرارا مهما في حياتك الشخصية أو العملية أو العائلية مثلا، وإذا لجأت لهذا الرجل بالضبط وقلت له أحتاج نصيحة، رأيك يهمني، فاعلمي أن هذا له وقع سحري على ثقة الرجل بنفسه، لأنه هنا فهو متأكد أنه مهم في حياتك، لأنك تحترمين ذكاءه، تحترمين تجاربه، تحترمين رجولته، تشاركينه حياتك الخاصة الحميمية. وهذا صدقيني هو أمر الرجل يجن لكي يعرفه، جملة خطيرة سحرية. ولكن حذاري، هذه الجملة ما الذي تعنيه؟ تعني أنك تحتاجين لنصحه وليس لأوامره. إذا بدأ يفتي عليك الأوامر ويقول لك افعلي هذا لا تفعلي هذا، فانظري إليه جيدا في عينيه وقولي له أنا فقط استشرتك، لا أنتظر أوامرك. أختي الرائعة، أنا أعطيتك هذه الجمل السرية السحرية التي تجعل أي رجل يقع في شباكك ويجعلك تسحرين ذلك الإنسان. ولكن كما أقول دائما، أنصتي لقلبك واستشيري عقلك. إذا أعجبك هذا الفيديو بطبيعة الحال المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق ليصل لأكبر عدد من النساء الرائعات. في الوصف سأترك لك روابط لفيديوهات أخرى لتشاهديها، رابطا لتتواصلي معي، وروابط صفحاتي الاجتماعية. أيضا بإمكانك الانتساب للقناة للمزيد من الامتيازات. موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم، وتذكري أنت تستحقين الأفضل.